قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و 14.25% و 13.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%. وأكد البنك المركزي أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.